ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل منيو جديد واكل بيناسب الصغير والكبير، ولكن الفكر الطهو هنا لا يتوقف على الحاجه تكون غاليه وسعرها غالي، واروح السوبر ماركت احمل العربيه قد كده واصرف قد كده واجيب حاجات قد كده، وفي الاخر ما عنديش فكر طهوي ولا ثقافه طهويه غذائيه اعمل لاولادي الاكل الصحي. تعالوا مع بعض نعمل النهارده البيتزا بالهوت دوج او بالسوسيز، دي المسميات بتاعته، او باللحمه البارده ايا كان. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي، مقاديرها بسيطه وسهله. اول حاجه عجينه البيتزا احنا شطار في عمايلها، الماده الدهنيه ممكن نحط زبده، زيت، سمنه، ممكن نحط الزبادي، نحط الحليب، هي دقيق وخميره ومعلقه سكر عشان الخميره تشتغل معانا، والعجينه متخمره جاهزه معانا مع المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد الخمسه. عجينه بيتزا وعملناها كذا مره قبل كده وهنشرح اتعملت ازاي، وده ما بضيعش وقت فيها. معانا سوسيز، معانا بصل، ومعانا توم، معانا شويه زيتون، معانا شويه جبنه، معانا روزماري وزعتر وشويه حب. تيجوا نعملها مع بعض كده سريعا عشان ندخل العجينه في الفرن تستوي، لان دي لها فكره بسيطه وسهله. اول حاجه هناخد العجينه الحلوه دي نفردها بدايتها وندخلها الفرن العجينه تستوي قبل ما نحط عليها التوبنج بتاعها. حلو الكلام. صينيه زي دي كده حلوه، ومعانا العجينه متخمره وجاهزه، والعجينه بين ايديا. نشرح علامات التخمير وعلامات نجاح العجينه معاكي، وتعرفي انك انت شاطره عجنت عجينه بايدك حلوه. ما كانش في عجانه زمان، انا معايا العجانه اقدر استخدمها، بس انا دايما ومعروف عني بحب اعجن العجين بايدي اهو. العجينه بتاخد شويه حب وحنان، اللهم صل على النبي. شوف العجينه طالعه ازاي بتضحك، اهي اهي اهي، يلا بينا، هي دي زي الفل. اهم حاجه معلقه السكر على الخميره عشان الخميره تشتغل، ولكن تعرفي ان الخميره شغاله وبامن وسلام ازاي؟ اول ما تقلبيها مع معلقه سكر تديك رغوه بيضه وتفك بسرعه، ما تعجنش وتكلكع، تعرفي ان الخميره شغاله. كلكعت منك وما اديتلكيش الرغوه البيضه، اعرفي ان وجودها زي عدم وجودها، وجودها سالب ليس موجب. ليه؟ لان هي واخده رطوبه وعندك بقى لها وقت كبير وتاريخ صلاحيتها، بس للاسف انت شايلها ونسيها في الديب فريزر او في الثلاجه. عرفتي علامات الخميره تبقى ناجحه ازاي؟ معلقه سكر تدوبيها بميه دافيه، اشتغلت الخميره وادتك رغوه بيضه وفكت بسرعه، تبقى الخميره بامن وسلام. اما كلكعت منك وما ادتلكيش الرغوه فبلاش تستخدميها عشان هتضيعي وتستهلكي مواد ثانيه زي دقيق، بيض، سمنه، زبده في المكونات. العجينه عندي زي الفل. يفضل طبعا ان احنا لما نيجي نفرد العجينه ما نعجنهاش قبل الفرد، نسيبها على شكلها وعلى وضعها في التخمير. ليه يا عم الشيف؟ عشان تساعدك ان هي تتفرد بسرعه. العجينه معانا اهي، شفت ازاي؟ زي الفل. هفردها كده، وانا بحب بصراحه عجينه البيتزا بتبقى سميكه، بس اهم حاجه تكون مستويه. يعني لما باجي اعمل بيتزا بحب العجينه السميكه مش الرفيعه، واحب اكلها تكون مقرمشه واطرافها مقرمشه. والقرمشه بتيجي منين؟ هقول لحضراتكم دلوقتي حالا. فردت العجينه بالشكل ده كده، حلو، اخد الشكل اللي انا عايزه دائري او مستطيل. بس شوف التركيه اللي جايه دي بقى، عشان اقطع الشكل اللي انا عايزه لازم اريح العجينه، اخدها كده حلو عشان هتبقى هتخس شويه. حلو الكلام. انا اخدها زي ما هي كده، نقطعها كده ونشيل دي كده مش عايزينها، اوعى ترمي العجينه دي، خلي بالك تستخدميها في حاجات تانيه كتير. تلميها كده وتسيبها خمس دقايق بالظبط، وتبداي تفرديها زي ما انت عايزه، وتعمليها بيتزا تانيه وتالته ورابعه بنفس الفكر. عايزه تفرديها بتسيبيها تتخمر خمس دقايق تاني. ناخد العجينه تاني كده بالشكل ده كده، بنحطها هنا، الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. ونيجي كده هنا وندخلها الفرن. بجد يا شيف فين الحشوات بتاعتك والتوبنج بتاعك وصلصه البيتزا والجو؟ لا لا، الموضوع النهارده فكر جديد، ولما بقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ، واثق الخطوات يمشي ملك. هناخد العجينه الحلوه دي يا عم الشيف وندخلها الفرن بالشكل ده كده اهو. فين يا عم شفيق مخرجنا؟ في ارضيه الفرن عشان العجينه تستوي شويه.
بص عليها كده، نظرة حب. ايوه هو ده حبيبي. طيب العجينة في الفرن هنسيبها تستوي تلات ارباع سوا تقريبا، وندخلها في الفرن ونقفلها. درجة حرارة الفرن عندي 180. تيجي نعمل التوبنج مع بعض سريعا. واحنا على وضعنا كده هنجيب بولة صغيرة، اللهم صل على النبي، ومعانا سوسيز. ممكن تستبدليه بلحمة مفرومة، ممكن تستبدليه بسجق زي ما انت عايزة. هناخده كده نكسره بالسكينة، وحافظ على شكله عشان الأولاد لما ياكلوا منها يعرفوا إن ده سجق أو سوسيز. هو صعب حبيبي حبيبي. أهو أهو النبي أعمل لك اللي أنت عايزه. مخرجنا عايز يغير البلانش، عارفين ليه؟ ده تعاون وكلنا نجتهد لإرضاء حضراتكم بصورة حلوة مميزة. هناخد البلانش الخشب دي كده ونقطع عليها ونسمع كلام الكبير عشان ربنا يكرمنا. هناخد كده السجق ده أو السوسيس ده كده يتقطع كده. آه حلو قوي يا شيخ، حافظي على شكله. حلو، ممكن منه فراخ ومنه لحم. لا لسه ما عملوش منه سمك. خرجنا بيقول لي في منه سمك. حلو، دول حلوين قوي. معانا عود زعتر حلو، شفت الزعتر ده ينزل عليه كده الفريش ده كده، وده كمان كده. الله، هنحطهم هنا كده، عليهم شويه بقدونس حلوين، عليهم فص توم حلو، مكون غذائي. عليهم البيض، اللهم صل على النبي. واحد اثنين، الله، ثلاثة، أربعة. كل دول مع بعض يعني، مش كل دول مع بعض. معانا من الزبادي، قليل من الزبادي، زبادي أو حليب اختياري، خلي بالك. شوية الملح التمام، بهاراتك، ملح وفلفل، حشوة كده جاهزة. العجينة تستوي، فلفل، حطيت ملح، شوية كركم حلوين، وده اختياري برضو. التوابل دي بتاعتك انت، ولكن ما تكتريش كتير علشان الطعم ما يهربش مننا. كل المقادير دي مع بعضيها هنقلبها كده. شفت الجو ده كده؟ الله، ايه المكون ده؟ ايه اللطافه دي؟ زبادي، بيض، كل دول مع بعض. عندي زيتون اخضر، ما تحطيش اسود، الاسود هي يعني اللون مش هيبقى لطيف، الاخضر هيبقى حلو جميل جدا. شويه جبنه موزاريلا، بناخد نص الكميه او تلت الكميه دي كده، والتلت بنحطه على الوش. نقلب تاني. عايزه تحطي اضافات تانية ما عنديش مشكله، فلفل ملون، الحاجات دي كده، بس خلينا كده عشان تبقى الايه، السوسيز او السجق او الهوت دوج باين في البيتزا. حلو، تحط مشروم ماشي، دي اختياري خلي بالك. المطبخ له قانون وله دستور، يعني حاجه كده بتاعتك انت وتالفي فيها وتشكلي فيها وتبدعي فيها بتاعتك. كده انا خلصت البيتزا بتاعتي. العجينه بتستوي في الفرن، ايه الاخبار؟ اهي شوف العجينه بدات تطلع معايا ازاي، تخمير 100%، بدأت تاخد الشكل، بدأت تتحمر. زي الفل زي الفل، تمام. طيب ونطلع العجينة من الفرن، جاء الوقت اللي نطلعها من الفرن. حلو الكلام؟ طيب يلا بينا. مكانها هنا، تعالي يا بيتزا، اللهم صل على النبي. هو ده الشكل واللون اللي أنا عايزه. بص عليها كده، ايه الحلاوه دي والجمال ده؟ مش عاجبني وضعها كده. اقول لحضراتكم ليه دلوقتي. هاخدها كده واحطها هنا كده. حلوه؟ يلا بينا، تعالوا مع بعض نكمل الحدوته. سامع الصوت ده كده؟ الله،
الله اهو اهو. التكسيره دي مع ترك الاطراف مطلوبه اهو. نعم حاضر عينيا. مخرجنا عايزنا يطلعها يشوفها استوت ولا لا. مش بقول لكم معايا مخرج عايز يشوف الشيف شاطر ولا مش شاطر. ايه يا فندم؟ ادي العجينه اهيت. ده تقريبا تلات ارباع سوا بالشكل ده كده اهي اهي. احطها تاني كده واخد الخلطه بتاعتي دي كده واحطها هنا كده. يلا اعملها لاولادك النهارده وادعي لي. فيها البروتين فيها فكل حاجه حلوه بتدور عليها اهي. والاولاد هيفرحوا بيها على فكره اهو زي ما هي كده. عند الموزاريلا زي الفل يا عم الشيف. باخد الموزاريلا دي عشان تديني شكل البيتزا وادخلها الفرن. ولكن وضعها في الفرن هيختلف المره دي. يلا بينا. ما تنساش رشة الزعتر الحلوة الطازة الفريش اهو ده. الله هنا الجبنة طعمها بيختلف معانا. دي مهمة جدا على فكرة. يلا بينا ندخلها الفرن في درجة حرارة 180. مكانها فين المرة دي؟ هنا في المكان ده اهو. اللهم صل على النبي. بص عليها يا غالي حبيب هارتي. شوف الابداع الطهوي. بيتزا بالهوت دوج او بالسوسيز او بالمجانج سميها زي ما تسميها. اقفل يا سمسم. يلا بينا. مخرجنا الجميل بيسالني نروح على فين؟ على البيتزا اللي في الفرن ولا على الارنبيط ولا على شوربه الرز؟ عندنا حاجات حلوه وحلويات في قدام الشاشه وقدام الكاميرا. تعالوا نطلع البيتزا بتاعتنا الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. يلا دي مكانها هنا. راضي عني زي الفل حبيبي. تعالوا مع بعض. لا مستويه وزي الفل عايزه الاكيله. تعالوا مع بعض نشوف نهايه الشوربه بتاعتنا ايه. ايه الحلاوه والجمال ده؟ ايه ده؟ ايه الصوره الحلوه؟ الصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه تعني مليون كلمه وليس ألف كلمة كما تقول الصحافة بعد الإذن. تعالوا مع بعض نكمل الشوربة. الرز عندي أخباره إيه؟ حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة. قدرنا نوصل للطعم الأصيل. الهوت دوج عملناه بفكر جديد، عملناه بيتزا. الشوربة اللطيفة الحلوة اللي بتتكلم مصري بوجود الرز المصري مع زبادي قيمة غذائية عالية جدا. الصورة على الشاشة تتكلم عن نفسها. معانا أرنبيط كريسبي لطيف. قدمنا معاه المره دي مايونيز. ممكن تتقدمي معاه كاتشب، تقدمي معاه توميه، تقدمي معاه سلطه زبادي بالخيار زي ما انت حابه. يعني من الاخر الاكلات الشتويه عندنا كل يوم مختلفه الشكل والطعم. يعني رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.